مشاهدينا الكرام السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في الفيديو ان شاء الله اللي غادي نتكلموا فيه على المباراه الوديه التي جمعت بين منتخب الشباب الاقل من 20 سنه والفريق البرتقالي نهضه بركان. المباراه الاعداديه الوديه التي جمعت بين الفريقين على ملاعب مدينة السعيدية الجوهرة الزرقاء. قبل ما تشاهدوا الفيديو اتمنى انكم تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر لايك وفعلوا جرس باش دائما يصلكم كل جديد عبر قناتي. اذا فاز نهضة بركان على منتخب المغرب للشبان بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاحد في مدينة السعيدية، وسجل اهداف الفريق البركاني كل من يونس نعيم حيث تألق بتوقيعه هدفين قبل نهاية الشوط الأول. الهدف الثاني جاء بعد تمريرة ناجحة من زميله جبريل وطرى أنهى بها نعيم الشوط الأول بتفوق البرتقالي بثنائية نظيفة. وشهد الشوط الثاني سيطرة البركانيون مع ضياع فرص عديدة لم تستغل بشكل المطلوب، ومنح اللاعب حمدي العشيرة الهدف الثالث للبرتقالي الذي كان مسيطر على أجواء هذه المباراة، فيما أقحم المدرب بيدرو بن علي كل من إبراهيم البحراوي مكان وطارة والزغودي مكان مسجل هدف الثالث حمدي العشيرة. لم تتغير النتيجة، وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة أدخل المدرب كل من عمر النمساوي، حدراف، أمين الكاس، الهلالي واللاعب أسامة ابن مدرسة الفريق مكان كل من مقدم فرحان، زيد كروش، الناجي ومسجل هدفين في الشوط الأول يونس نعيم. النجم المباراة صرح بامتياز هذا اللاعب الذي تم التعاقد معه مؤخرا، واللاعب القادم من وداد فاس إن شاء الله نشوفه في المباراة القادمة أمام شبيبة القبائل في المنافسات الكونفدرالية. ويستعد نهضة بركان مع مدربه الجديد بيدرو بن علي للاستحقاقات المقبلة سواء على مستوى البطولة أو كأس الكونفدرالية الإفريقية. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.